مين الثلاث ورقات اللي نقدر نقول ده بديل قوي للنادي الاهلي؟ يعني احنا في نادي الزمالك عارفين وعارفين التغييرات وعارفين مين بديل لمين. لا يعني النهارده صالح جمعه بديل مهم جدا لو حالته كويسه، فونا لو ما بداش مباراه بديل كويس، محمد هاني برضو لو ما بداش، وعندك مؤمن خلال المباريات الاخيره هو بديل قوي بالنسبه للكابتن زيزو، بينزل تاثيره ايجابي جدا على الفرقه، فهم دول اللعيبه اللي ممكن لو ما بداوش هيبقى لهم دور خلال المباراه نفسها، واللي هيحدد كده برضو خلال المباراه النتيجه نفسها، يعني النادي الاهلي كسبان هتبقى تغييراته مش هجوميه بحد كبير، النادي الاهلي خسران هيبقى فيه تغييرات، وحاله اللعيبه برضو يعني حاله جون انطوي وعمرو جمال النهارده لو اداء برضو عدى مثلا شوط واداء مش جيد ممكن تلاقي تغيير بدري، يعني خلال بين الشوطين او في اول ربع ساعه من الشوط الثاني هتلاقي عندك حلول كتيره جدا، اللعيبه دي عندها مرونه، ممكن تلعب براس حربه واحد وتحيه عبد الله وصالح، ممكن تلعب براسين حربه، فعندك الامكانيه النهارده النادي الاهلي عنده زياده في اللعيبه بشكل كبير، وعنده كابتن زيزو عنده الاريحيه ان هو يقدر يبدل ويقدر يغير الاماكن، حتى زي ما قلنا كابتن زكريا بيتكلم ان محمد هاني قدام احمد فتحي، لا ممكن كمان تعمل حاجه تانية، العب ثلاثه في نص الملعب والعب محمد هاني ناحيه اليمين وفتحي يدخل لو انا كسبان وعايز اقفل الملعب تماما، فعندك الحلول كتير بناء على سير المباراه يتحدد التغيير.